أعزائي مشاهدي قناة الحرية في كل مكان، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مشورة أسرية. لسه مكملين مع حضراتكم الأسئلة اللي جات لسيدنا، فرحبوا معايا بضيفنا اللي منورنا ومباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية والحاصل على الدكتوراه في المشورة الأسرية. أهلا بنيافتك يا سيدنا. أهلا بيك سيدنا. احنا لسه مكملين مع نيافتك الأسئلة اللي جات لنا. معانا مشكلة من أم بعت مشكلة بنتها، بتقول أنا بنتي عندها 12 سنة وجت في يوم فاجأتني وقالت لي أنا بحب صاحبتي، يعني بتحب واحدة مش واحد، وهي ابتدت تعلن ده خلاص قدام الناس وتقوله، وأنا مش عارفة أتصرف إزاي وأنا مصدومة. طبعا دي مشكلة، ودي لسه بنت صغيرة 12 سنة. محتاجين كذا نقطة. أولا أنا محتاج أعرف إيه العلاقة ما بين البنت دي وباباها ومامتها، وخصوصا مامتها. هل في تنشن بينهم؟ هل البنت يعني الأم بتعامل بنتها بقسوة؟ يعني إيه إلى آخره؟ يعني محتاجين نصلح العلاقة دي ما بين الأم والبنت لو كان العلاقة دي مش كويسة. برضو محتاج أعرف هل البنت دي تعرضت لأي نوع من أنواع التحرش وهي طفلة صغيرة ولا لا. ممكن مكنش حصل حاجة خالص يعني، بس يعني دي أسئلة بتدور في ذهني. برضو محتاج أعرف البنت دي يعني اتعرفت على الموضوع ده ازاي. هل هي بتبص على انترنت، على جروبس بتتكلم على السيم سكس مارج والهومسكشواليتي الى اخره؟ يعني بعد ما نعرف، يعني دي كلها محاوله لمعرفه ايه الاسباب اللي خلت البنت تفكر كده. يعني محتاج بقى هنا ان الام تقعد مع بنتها وتبتدي تكلمها على ان دي خطيه. وطبعا الام اللي تكون جاهزه بالردود، عشان كده تقرا الكتب اللي هي اتكلمت عن موضوع الشذوذ الجنسي من منطلق مسيحي. في محاضرات موجوده على الانترنت عن الشذوذ المسيحي لاباء كهنه واباء اسقفه وكده، يعني بحيث ان البنت لما تيجي تناقشها تقدر تعرف ترد عليها. يعني لو احنا وصلنا ان البنت يعني عرفت ان دي خطية وقالت ان انا محتاجة اغير يعني الموضوع ده تتركه، ممكن يكون البنت لسه في المرحلة يعني البدائية، فيبقى يعني مش محتاجة اكتر من كده. يعني ان هي تعرف ممكن تحب كل زميلاتها محبة طهرة، بس مش المحبة بتاعت اللي بيتكلموا عليها الهوموسيكشوالزين يعني. وكلها أصدقاء من البنات وأصدقاء من الولاد، وتحب كل محبة طهرة حقيقية يعني. لو البنت بقى مش مقتنعة، هي دي هتبقى المشكلة. لأن أحيانا الولاد ما بيبقوش مقتنعين، وبيبقوا محتاجين مجهود كبير من الأسرة عشان يقدر يقنع الولاد يعني. هل هي لو الأسرة بقى غيرت المكان، مثلا سافروا لمنطقة تانية لولاية تانية عشان تبعدها عن البنت دي لغاية لما الفكر بتاعها يتغير؟ ده برضو ممكن يكون حل مؤقت، ان هم ينقلوا بقى من المنطقة خالص لمنطقة جديدة لغاية لما البنت فكرها يعني يتغير تماما. يتغير يعني. طبعا ده ممكن ما يكونش عملي، بس في الاخر انقذ ولادنا، مستقبل ولادنا يا سيدنا. فاكيد انقذ ولادنا، ده انا عايز اقول يعني ملاحظ مش بزي مش عملي. حتى لو مش عملي، انقذ ولادنا يعني اهم من اي حاجه تانية. لو البنت بقى لها فتره في الموضوع ده، بس هي اعلنته حديثا يعني، وبس اقتنعت ان ده غلط، ربما هتكون محتاجة يعني متخصص نفسي يساعدها، بالإضافة إلى يعني الأسرة والسبورت اللي بتاخده من الأسرة. للأسف زي ما قلت في حلقات سابقة، في 31 ولاية على الأقل منعين، فربما صعب إنها تلاقي حد
بره الكنيسة يعني واحد تروح له كونسلر يساعد بنتها في الموضوع ده. فهيكون غالبا من الكنيسة. للأسف نشوف حد بقى من الكنيسة يا اما اب كاهن دارس في الموضوع ده وفاهم ازاي يقدر يتعامل مع الحالات دي، او حد من ولاد الكنيسة اللي هم دارسين كونسلنج مش بيمارس بره انما ومستعد ان هو يدخل مع الحالة دي ويساعدها الى اخره يعني. طبعا لو وجد ناس شجاعه من بره وبيساعدوا طبعا انا يعني يجب ان يطاع الله اكثر من الناس. وان انا اقود واحد في طريق التوبه دي حاجه جميله يعني، ولازم يعني زي ما بطرس قال للناس اللي منعهم يبشروا باسم يسوع لهم لا يجب ان يطاع الله اكثر من الناس. فهي الاول يعني تقعد معها تعرف الاسباب، تحاول ان هي تشرح لها ان ده خطيه، لو البنت استجابت دي نقطه ايجابيه هنعرف نساعدها، لو البنت ما استجابتش بتبتدي يفكروا ان هم يغيروا المنطقه علشان على الاقل يبعدوها عن البنت الثانيه دي ولغايه لما مخها وعقلها بنعمه ربنا يتغير يعني. طبعا الصلاه وطرح المشكله امام ربنا والانسان يسلك في مخافه الله ويكون له علاقه روحيه بربنا، كل دي نقط بتساعد في حل المشكله. اوكي سيدنا، المشكله اللي بعد كده كمان واحده بعتها بتقول انه ابني عنده 10 سنين وبقى عصبي جدا وبيعيط بسرعه، مؤخرا بقى بيضرب اي حد من اصحابه او قرايبه لو ضايقه يعني، وبيقول لي انا مش عايز اختي ومش بحبها، انا مش عارفه اعمل له ايه، هو معظم قرايبنا بنات وهو متربي وسطهم، فهل ممكن يكون ده سبب من الاسباب اللي خلته يبقى عصبي؟ ما اعتقدش، بس هو اللي بيكره اخته، هل هما بيدلعوا اخته اكتر منه؟ هل هما بيحبوها بيميزوها بيقارنوا بيها؟ نبي يعني يا سيدنا ممكن من كتر ان اللي حواليه بنات فهو كره البنات خالص تقريبا. مش عارف يعني ما يتقاليش اكتر من ان هو اكيد في تمييز في المعامله الاخت عنه يعني. اوكي يعني انا النقطه الاولى عايز افهم ليه هو وصل للمرحله دي. برضو حكيت ان هو كل اللي حواليه بنات دي ما لان هو ممكن بيروح المدرسه في ولاد حواليه طول 10 سنين مش كده؟ الكنيسه مثلا مدرس الاحد في ولاد حواليه، يعني حتى لو في الاسره كلهم بنات ده مش هيخليه يكره البنات بالطريقه دي يعني ويبقى عصبي والى اخره يعني. العصبيه ممكن يكون يعني عاده لو البيت فيه عصبيه فممكن يكون هو اتعلم العصبيه من البيت، يعني لو الاب او الام عصبيين بيكلموا بيزعقوا في البيت، برضه لو هو بيتزعق فيه ممكن يكون ده رد فعل علشان يحمي نفسه. اوكي. العصبيه يعني. فمحتاج نشوف العصبيه سببها ايه ونبتدي بقى يعني الولد يتعلم ازاي يعبر عن نفسه بطريقه سليمه، يعني كل ما يكون عصبي ومتنرفز يجيبوا الاب والام يقولوا له طب بص تدريب بقى ازاي تقدر تقول اللي تقوله ده من غير العصبية والنرفزة دي، لو انت عايز حاجة ما تقولها بطريقة ويعلموا بقى زي ما احنا قلنا قبل كده ازاي يقبل ويقبل لا ويقدر يقول ويقدر يقول لا. ممكن تكون العصبية دي هو بيطلب حاجة وبتقاله لا فبيتنرفز او عايز حاجة وما تنفذتش فبيتنرفز يعني. لو الموضوع كبير يعني ربما برضو يكون محتاج حد متخصص. لألا يكون عنده يعني انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي شخصيه ضد الاجتماعيه. ف برضه محتاجين نشوف ايه حجم المشكله. لكن على ما اعتقد ما اعتقد طبعا ان البيت فيه عصبيه. وربما في تمييز لمعامله عن معامله اخته عنه. ربما هو مثلا يكون شقي شويه والبنت هاديه، شوف اختك هاديه ازاي. فعمل نوع من انواع الغيره بينه وبين اخته. فلو البيت تحكم في العصبيه بتاعته وادوا له حب زي ما بيعاملوا اخته
على ما اعتقد ان هي هتكون حل المشكله. اوكي. المشكله اللي بعد كده بتقول، واحده بتقول انا انسانه بحب ربنا جدا، لكني متزوجه من شخص ليست له اهتمامات روحيه، وبيطلب مني اني اشاركه في حياته الاجتماعيه، وانا بحس انها غير لائقه من ناحيه نوع السهرات واماكنها، وكاتبه يعني انه زي الملاهي الليليه وشرب خمور، وانا خايفه ان لا اجري فيتجه للخيانه ويعمل هذه الامور لوحده. طبعا دي مشكله لما يعني بنشوفها كتير، لما بتكون واحده متدينه وبنت ربنا بترتبط بانسان بعيد عن ربنا او العكس. اوكي. فدي مشكله اختيار في الاول يعني. لكن هنا ممكن يعني تتكلم معاه وتقول له يعني الخطأ والصح من اللي بيحكم فيه ربنا. هل الكلام ده مظبوط يناسبنا كأسرة مسيحية ان احنا نروح للأماكن دي؟ بس وتقول له أنا ما عنديش مانع ان انا نقضي سهرات ونروح، يعني اللي هو انسان عايز بيحب يخرج ويسافر وكده، في حاجات فيها مخافة ربنا. يعني ياما في سهرات وفي أماكن فيها يعني تسلية ولكن ما فيش حاجة تغضب ربنا. وتقول له يعني معرفش ما عندهم أولاد ولا لا، وتقول له من أجل حياتنا الأبدية ومن أجل أولادنا برضو لازم نحافظ على جو سليم يعني أسري في البيت يعني. حتى لو أنت كان عايش العيشة دي في العزوبية قبل ما يتجوز، النهارده المفروض يتحمل مسؤولية من أجل نفسه، من أجل أسرته، من أجل أولاده. لكن نروح ونشرب ونرقص وأماكن غير سليمة، يعني فين مخافة ربنا هنا؟ فهي تحاول بس تكلمه وتتوقع ان ده ممكن ياخد وقت، بس هي ما تسهقش وفي نفس الوقت تديله المحبة وتشعره بالاهتمام بيه علشان ما ينحرفش يعني لمكان آخر. اوكي. سيدنا، المشكلة اللي بعد كده بتقول انا متزوجة عن حب، ومراتي بتغير عليا جدا وبتشك فيا، وما فيش ثقة، وبقت بتلقح كلام مستفز عليا، وانا عصبي جدا، كنت بستحمل واكتم لكن علشان في طفل، لكن دلوقتي ما بقتش مستحمل اللي بيحصل، وكل يوم لازم امد ايدي عليها وهي كمان بتمد ايديها عليا، اعمل ايه؟ النقطة الاولى، هل هي غيورة بطبعها ولا هو له تصرفات حتى لو ببراءة بتثير الغير عندها؟ طبعا لان العلاج هيختلف هنا، وطبعا هما وصلوا لمرحلة الضرب وبيضربوا بعض وكده، طبعا ده مش يعني two wrongs make it right. فهو الاول محتاج يشوف هل هو بيعمل حاجة بتثير غيرتها. لو هم بيعملش حاجة بتثير غيرتها، يبقى هي محتاجة ان هي ده بيبقى بيخش حالة في المرض النفسي، محتاجة تتعالج من موضوع الغيرة الشديدة دي يعني. يعني ممكن تكون محتاجة علاج نفسي سيدنا الغيرة؟ ممكن تكون محتاجة علاج نفسي لو هي بتغير، لو هو لا يعطيها اسباب وخالص مفيش اسباب وهي بتغير. مثلا انت كلمت مع دي، انت مش عارف ايه يعني، عايز تتحكم فيه، ممكن بتحبه بس زيادة سيدنا. الحب الزيادة ما فيهوش الخنقة دي والغيرة الزيادة يعني. تاني لو هما بيعطهاش أسباب يعني ممكن تكون البداية ان هي يشوفوا حد من الكنيسة يعني، خادم متخصص في مشورة او اب كاهن. لكن لو الموضوع زيادة، لان انا شفت حالات زي كده، لما يكون موضوع زيادة بيكون احنا محتاج علاج نفسي. ايه سبب الغيرة الزيادة دي؟ وعلشان احيانا بالثيرابي وممكن بعض ادوية الموضوع ده ممكن يتحل. لكن دفنت لان هو يتنرفز عليها ويضربها ويتضربه وكده، ده بيبقى عندهم مشكلتين، مشكلة الدوميستيك فايلنس ومشكلة الغيرة يعني. وده مش هو ده الحل. الحل ان احنا نشوف موضوع الغيرة ده ونعالجه ونتابعه. هل انا متسبب فيه؟ لو الاجابة لا، يبقى هي الاول نشوف حد من خلال الكنيسة متخصص في الموضوع ده. لو ما فيش ممكن نروح ناس متخصصين يعني اطباء نفسيين
علشان نشوف ايه سبب الغيرة دي، وهل سبب الغيرة دي جاي من التنشئة، يعني ممكن يكون لها في البيت، يعني شافت مثلا، انا بتكلم من جنرال يعني ارجو ده الكلام ده ما يجرحهاش، هل مثلا باباها كان بيخون مامتها فهي ابتدت تشك في كل الرجاله، هل هي عماله بتقرا حاجات كتير عن قصص خيانه وافلام فيها قصص خيانه فبإيدها اللي في ذهنها ان كل الرجاله بتخون ستات بتوعها، يعني ايه سبب الغيره دي؟ هل حاجه في التنشئه ولا هي زي ما انت قلتي عندها اللي بيسموه البوسيسيف لاف، حب الامتلاك، بتحبه زياده فمش عايزاه يكلم اي واحده، هل هي سنها اكبر منه؟ اوكي، لان لما بيكون سنها اكبر منه فبتحس ان هي مش اتراكتيف انف وهو اتراكتيف اتراكتد لبنات تانيه، هل هي ما عندهاش ثقه في نفسها؟ لان برضه لو هي حاسه ان هي مثلا مش جميله حتى لو سنها اصغر منه فهو واقف يتكلم مع واحده مثلا جود لوكينج ولا كده بتغير منها، لازم نعرف ايه الاسباب، يعني في اسباب كتير للغيره فلازم نعرف ايه الاسباب اللي هي مؤديه للغيره دي وبناء عليه نقدر تتعالج الموضوع. اوكي سيدنا، المشكله اللي بعد كده هو حد بيقول محتاج راي سيدنا ضروري، هو دلوقتي اللي يخاف على الانسانه اللي هو مرتبط بيها وما يخليهاش تحط صورها على السوشيال ميديا، كده يعتبر انسان جاهل ومش متحضر، وبنسبه كام هي صح وانا بنسبه كام صح؟ هي الحقيقه السؤال ليه الواحد عايز يحط صوره على السوشيال ميديا؟ يعني ايه اللي انا عايز مثلا تلاقي اسره مع بعض، يعني ناس بيزوروا بعض فواحد حطه على السوشيال ميديا، طب يعني ليه ما نعملش مثلا جروب للاسره ونشارك الصور دي بيننا وبين بعض؟ ليه اخلي العالم كله يتفرج يعني عليا؟ فهي السؤال ليه انا بحط الصور بتاعتي على السوشيال ميديا؟ ده اون ذا اذر سايد برضه انا اي ثينك ان هو اوفر بروتكتيف. اوكي، لان يعني مش كل صوره هتتحط على السوشيال ميديا هتتاخد ويتعمل منها يعني قصه او مشكله يعني. فبرضه هو برضه محتاج يراجع نفسه ليه القلق الزياده من السوشيال ميديا؟ هل هو غيره؟ هل هو بيحبها جدا مش عايز حد يشوف صورتها غير يعني افرض هي مثلا يعني بتشتغل انها بروفيشنال كارير. اوكي، ومثلا ادت محاضره بابليك وتحط الصوره مثلا في النيوز وهي بتدي محاضره والصوره دي بقى. طب هو هيعمل ايه مثلا؟ قعدها في البيت يعني؟ يعني انا يتهيألي هما الاثنين محتاجين يراجعوا، يعني هو محتاج يراجع هل هو اوفر بروتكتيف. اوكي، طبعا تو بي بروتكتيف از جود، تو بي اوفر بروتكتيف از نوت جود. وهي بالنسبه لها ايه اهميه انها كل يعني حاجه تتحط على السوشيال ميديا؟ يعني ما فيش داعي ان انا اقعد احط صور 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 على الفاضي والملان سوشيال ميديا. وكان زي ما بقول لك في حاجه، يعني انا اعرف اسر كتيره او يعني بيبقى ليهم الجروبس الخاصه بتاعتهم بيشاركوا صور الاسره او اصدقاء يعني ويشاركوا الصور بتاعتهم يعني. لكن برضو ان تبقى الواحد حاطط صوره كده يعني على السوشيال ميديا يعني لكن طب هو لو متجوز بابليك فيجر كان هيعمل ايه؟ طيب سيدنا، المشكله اللي بعد كده بتقول انا جوزي انسان محترم جدا وكويس معايا خالص، مشكلتي انه بيدخن من وقت للتاني بيشرب حاجات مش كويسه، مش دايما علشان اكون امينه واتكلمت معاه بهدوء ما نفعش، اخدت موقف وخصمته بالايام ما نفعش، قال لي انا حر، مع العلم انا في الغربه ومش بحب الخصام والايام بتعدي صعبه، وخصوصا انه بدون فايده وابليس بيحارب بيتي وعايز يفرض عليا وضع انا مش عارفه اقبله. يعني هي بتشكر فيه جدا بس هو بيشرب حاجات من وقت للتاني. غالبا الحاجات اللي هو بيشربها من وقت للتاني دي بتكون مع اصدقاء. يعني لو هو مش بيدخن باستمرار
وما بيشربش مثلا غالبا الحاجات دي هتكون حشيش مروان غالبا هتكون يعني فغالبا في اصدقاء بييجوا يدخنوا سوري يشربوا شيشه كل الكلام ده. فهنا واضح ان مخافه ربنا مش موجوده. يعني ربما لو هي اهتمت اكتر بمخافه ربنا بمعنى نقف نصلي مع بعض، نقرا الانجيل مع بعض، نروح الكنيسه مع بعض. فالانسان لما يمشي في مخافه ربنا هيلاقي نفسه مش قادر يعني يتاقلم مع الجو ده. الحاجة التانية اني ما تتخانقش معاه، انما تتكلم معاه وتشجعه. يعني هي اكيد كان عارفة ده قبل الخطوبة وقبل الجواز. لانه مش معقولة يكون ما بيشربش ما بيدخنش خالص وبعد الجواز بس يدخن. فهي محتاجة ان هي تتكلم معاه بمحبة، وممكن تبين له انها متضايقة، تبين له انها زعلانة، انها قلقانة عليه على صحته، خايفة عليه عشان صحته وولاده الى اخره. لكن الخصام مش هيجيب نتيجة. يعني هو هيعند معها وراح قال لها طب انا بقى حر هعمل عايز اعمله. يعني العناد مش هيجيب نتيجة، انما بالحب وبالتشجيع يجيب نتيجة. فهي نمشي في مخافة ربنا، نخلي البيت في مخافة ربنا. الحاجة التانية انها تشجعه مش تتخانق معاه. الحاجة الثالثة ان احنا نحاول نبعد بقى عن اصدقاء السوء. يعني الاجواء اللي هي بتخليني ابتدي اتنازع عن مبادئي. هو واضح ان مبادئه ما يشربش، لكن مع اصدقائه كده يبتدي يشرب وحاجات مش كويسة وكده. فانا ليه اتنازع عن مبادئي؟ فالاصدقاء اللي هما بيبعدوني عن ربنا يعني ما فيش داعي ليهم. افتقاد طبعا من الاب الكاهن للأسرة، وتشجيع ومتابعة من الاب الكاهن للشخص ده ان هو ما يمشيش في الطريق الخطأ ده. ده برضه هيكون حاجة مساعدة. واباف كل ده هتصلي له باستمرار ان ربنا ينقذه من العبودية دي، ان هو يعني حتى ومن وقت للآخر يمشي في الطريق الخطأ ده. سيدنا يمكن دايما كل اي مشكله كان حلولها انه لازم اول حاجه نلجا للصلاه ونلجا لربنا. احنا المشاكل بتاعتنا خلصت والبرنامج بتاعنا مع نيافتك للاسف خلص، بس اكيد على وعد بلقاءات تانية مع نيافتك. احنا ختاما بنشكر نيافتك جدا، يعني نيافتك فتنا ونورتنا وباركتنا. شكرا نيافتك يا سيدنا. ألف شكر لكم. أعزائي المشاهدين، أنا ختاما بشكركم على حسن متابعتكم. بتمنى أننا نكون على قد ما نقدر قدمنا كل المشاكل اللي كنتوا عايزين نقدمها لسيدنا، اتكلمنا في كل المواضيع اللي كنتوا عايزين نتكلم فيها. وأنا ختاما بشكركم وأشوفكم على خير، وإلى اللقاء.